اللي يفقد المغرب. هذيك العبقريه ديالو الخاصه غادي يرجع جسر، غادي يرجع قنطره فقط تدوز عليه من جهه الى جهه، الحضارات والعلوم والفنون، ولكن غادي يكون جسر نتاع ديك الماده اللي تعيط لها البوليستير، ما تشرب والو، باقي الجسر نتاع الحجر تيشرب الماء او تيشرب الزيت، حتى الا ما اكتسبهاش ودوزتي على الزيت الحجر على الزيت تتشربه، ولكن الماده نتاع البلاستيك ما تشرب والو، تتكون ماده عريانه بدون شخصيه ولا روح. فاذا احنا بقينا هكذا غادي نصيروا جسر نتاع البلاستيك، ما يمكن اللي داز علينا او رجع علينا ما نكتسبوا منه ما يكتسب منه.